الفيديو ده هجمع لكم فيه فيديوهات متفرقة سجلتها كده الصيف ده، حاجات لا علاقة لها ببعضها، بس فيديو جايز يكون مسلي شوية واسيبكم تتفرجوا على المقتطفات. أول مرة أشوف الديزاين ده، حمام في محل اسمه هول فودز. شوفوا اللي الصابونة جنب المية جنب تنشيف الإيدين، تحط الصابون الأول وتغسل إيدك جنبه وبعدين تنشفها جنبه. فيلج اوف ايج هاربر، دي قرية صغيرة في ولاية ويسكونسن. لقيت حاجة ظريفة هنا عاملينها، شوفوا العجل ده ببلاش لأي حد، يقول لك ايه القواعد بتاعة الاستخدام. فمثلا العجلة اهي حالتها حلوة نضيفة، اي احنا اللي هبوصلهم يعني، هيقول لك القواعد انك انت تستخدمها بس في النهار، في خلال النهار. وكل الموضوع انك هتاخدها تستخدمها وبعدين ترجعها للبلو راك اللي هي ما تشوف بتاع البلو دي، ترجعها المكان. فكرة ظريفة ليه لا. كمان دي بامب، اير بامب عشان تنفخ العجلة لو مفسية شوية، في واحدة اهي برضو عايزة نفخ يعني. فيعني كل العدة جاهزة اهي، فكرة حلوة عجبتني. شوفوا الكرسي ده مكتوب عليه ايه، مكتوب عليه اهداء من زوجة لزوجها توفى سنة 2017. معنى كده ان هتلاقي مثلا هي تحملت تكاليف القعده دي للسيتي للمدينه يعني. الموضوع على فكره ده شائع جدا في امريكا، في كل مكان، كل بارك كده عام تلاقي كرسي او تلاقي حاجه زي كده وتلاقي عليها اسم الاهداء لشخص من الاشخاص الاعزاء على العيله. فالفكره الحلوه ان هي بتبقى حاجات عامه، منفعه عامه، الناس اللي بتؤمن بالثواب يعني، كل ما حد يقعد يستريح ممكن ايه يروح للميت دي تاخد ثواب المسارقه الجاريه بتاعتها. بس فكرة حلوة يعني، الناس اهو بيعملوها هنا، ليه ما نعملهاش احنا كمان عندنا في البلد ده. شوفوا الناس الرايقين، كل الناس دول قاعدين عشان ايه؟ عشان يتفرجوا على غروب الشمس. كل قاعد الشمس ورا الهيل دي ومستني غروب الشمس. دي غروب الشمس اللي الناس كلها ايه؟ قاعدة كأنها بتتفرج على جيم ولا حاجة، بس والله غروب الشمس أحسن من الجيمز والمباريات، الناس بتفهم. وهنا إحنا في أحد المزارع في ولاية ويسكونسن، يعني في الريف الأمريكي، لكن ما صورتش فيها كتير. دي كانت المفروض مزرعة وفيها حيوانات، تقدر تروح تشوف الحيوانات. رحنا يوميها لقيناها قافلة، لكن طبيعة حلوة. هنا برضو دي بحيرة ميشيغان في مكان في ولاية ويسكونسن، لسه دي مدينة اسمها فيش كريك، من الأماكن المريحة للأعصاب والهدوء، فيش بعد كده يعني. كده برضو احنا لسه في ويسكونسن، دي متصورة من فوق أحد الفنارات اللي هي اللايت هاوس، أعتقد بالعربي يعني فنارة، اللي هي كانت عشان السفن. فكتير قوي اللايت هاوسز في امريكا بتتقفل طبعا، ما عادتش مستخدمه وبتبقى مزارات سياحيه، فبتقدر تروح اللايت هاوس وتطلع فوقها وتشوف الناس كانوا عايشين زمان ازاي في اللايت هاوسز دي. كانت العائلات بتروح تعيش فيها طول السنه، واولادهم بيبقوا موجودين، فبتشوف اوضهم كانوا بيناموا فين والمطبخ بتاعهم. فكانت يعني، وبتعرف طبعا تاريخها، مثلا كانت مرتباتهم عامله ازاي، كانوا بيعيشوا ازاي، لان كمان الاماكن دي في الشتاء بتبقى قاسيه. ده برضو في نفس المنطقه، كل ده في حته اسمها دور كاونتي في ويسكونسن. فيها كذا مدينه عباره عن شبه جزيره، وشبه الجزيره دي فيها كذا مدينه او قريه، يعني مش مدينه كبيره، كلها منطقه هاديه. فده احد الفنادق، طبعا فيو جميل يعني، منظر حلو من فوق الهيل. ودي برضو بحيرة ميشيغان، بحيرة كبيرة ما تشوفش الناحية التانية منها. الناحية دي ويسكونسن، الناحية التانية اللي انت مش شايفها ولاية ميشيغان، عشان كده اسمها بحيرة ميشيغان.
كل ده في الصيف طبعا. في الشتاء الأمور تختلف تماما، كل الأوراق الخضراء دي بتقع والدنيا تتغير تماما. ده برضه في الصيف الخضرة طالعة ولون المية جميل. وننتقل بقى من المناطق الهادية دي ونرجع للمدينة، مدينة شيكاغو دي أحد أشهر المعالم في شيكاغو، في الميلينيوم بارك بيسموها الدبين، حبة الفاصوليا، أو بيسموها I think Sky Gateway. الفيديو ده كان بيزورني صديق لي من أوهايو أحمد سويلم، وهو على فكرة برضه عنده قناة على اليوتيوب وعمل فيديوهين عن الرحلة بتاعته لشيكاغو، هحط لكم لينك تحت. اتكلمت معاه شوية في الرحلة وسجلنا الفيديوهين، فأنا هحط لكم إن شاء الله لينك تحت الفيديو ده للفيديوهات بتاعت أحمد سويلم اللي سجلها في الرحلة دي. دي لما طلعنا أعلى مبنى في شيكاغو اسمه الويليس تاور، اللي كان زمان اسمه سيرز تاور، ده أعلى مبنى في شيكاغو. تطلع فوق بتشوف كل الايه كل شيكاغو. ودي برضو شيكاغو في الصيف على منطقة الليك شور، ده كده زي الكورنيش بتاع شيكاغو، بيمتد حوالي 18 ميل، ده جزء منه في وسط البلد، منطقة برضو جميلة في الصيف. طبعا برضو كل الأماكن دي في الشمال الصيف بتاعها بيختلف تماما عن الشتاء، الشتاء كل الورق الخضراء بيقع، فيعني المنظر بيختلف. الصيف طبعا أجمل كتير من الشتاء هنا يعني. هنروح بعد كده نطلع، احنا في نفس المنطقة لكن فوق مبنى من المباني العالية فيها، فانت كده شايف نفس المنظر ده بس من فوق. وفاضلين برضو في داون تاون شيكاغو، في شيكاغو الداون تاون بتاعها فيها نهر اللي هو اسمه شيكاغو ريفر، والنهر ده بيصب في البحيرة الكبيرة، فالنهر ده عليه ممشى طويل اسمه الريفر ووك، ده برضو من اجمل الاماكن اللي الناس تحب تقعد فيها في الصيف. طبعا الكلام ده كله من الصيف اللي فات، الفيديو ده نازل في شهر فبراير لكن كل التصوير ده من الصيف الماضي، صيف 2019. فده برضو وسط البلد في شيكاغو في الصيف، جميلة في الصيف. شيكاغو من المدن الجميلة في الصيف، منطقة الداون تاون زي ما قلنا عليها الريفر ده، وعليها كمان البحيرة. ولسه برضو في داون تاون شيكاغو، ده منطقة من المناطق المفتوحة فيها النافورة دي، اكشوالي اللي بتعملها مش المدينة دي، بتعملها شركات، يعني الشركة صاحبة المبنى هي اللي بتعمل القعدة دي وكل الكلام ده، وتفتحه كمنفعة عامة للناس. فيعني الحاجات دي ايه، نفقات خاصة هي اللي بتنفق عليها. ولسه في شيكاغو برضو لكن في الضواحي، بتلاقي بقى ايه ممشى، مماشي كتيرة جدا عشان تتمشى وكأنك مش موجود في المدينة. وده فيديو النهاردة، وأرجو يكون عجبكم شوية، وإن شاء الله نشوفكم في فيديو قادم. السلام عليكم.